أهلا بكم. قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة رعوية هي الأولى لكنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان، حيث ترأس سيادته القداس الإلهي بحضور السفير البابوي المونسنيور ألبرتو أورتيغا مورتن. إلى التفاصيل. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. استقبلت رعية كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن في زيارة رعوية هي الأولى لسيادته، حيث ترأس خلال القداس الاحتفالي بحضور السفير البابوي لدى الأردن المنسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن بمعاونة كاهن الرعية الأرشمندريت نادر ساووق وبمشاركة لفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية ومجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وجوقة الكنيسة واللجنة التنظيمية فيها والمرنمين وجمع من المؤمنين. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم المطران جبارة عظة القداس حول الدعوة وكيف نعرف أننا مدعوون سواء للكهنوت أو الرهبنة وكيف نكون أتباعا للمسيح، وأنا اليوم أدعوكم وأدعو نفسي أن يكون لدينا ذلك الإصغاء لصوت السيد المسيح اقتداء بكلام الرب أترك كل شيء واتبعني. إذن كل شيء بالحياة صار دعوة، دعوة الخوري، دعوة الراهبة، بقلنا نص الوثيقة هي دعوة خاصة في الكنيسة. نحن بحاجة لخدام في الهيكل، لخدام في الكنيسة، ننتقي كاهن، ننتقي راهبة، ننتقي أسقف من أجل خدمة الجماعة، ولكن عندنا الدعوة بالمعنى الواسع، دعوة المعمودية اللي أخذناها كلنا سوا، هيدي الدعوة من ننميها بحياتنا حتى تقدر تتجاوب مع متطلبات اللي بيطلبها منا السيد المسيح. ليلي بدعي نفسي وبدعيكم إنه يكون عنا هذا الإصغاء كلنا سوا لصوت يسوع اللي بيرجع الليلة بيقلي أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. بدنا نصدق هالكلمات أخوتي الأحبة ونصدق دعوة الرب لنا بهذا المساء. أمين. وألقى الأرشمندريت ساووق كلمة ترحيبية جاء فيها: لقد اجتمعنا في هذه الكنيسة لنحتفل بالذبيحة الإلهية ولنصلي معا إلى الله العلي القدير بقلب وفم واحد ليحفظ وطننا الأردن بأمنه واستقراره، مؤكدين التفافنا حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة ليظل الأردن قلعة صامدة أمام كل التحديات. لقد اجتمعنا في هذه الكنيسة لنحتفل بالذبيحة الإلهية ونصلي معا إلى الله العلي القدير بقلب واحد وفم واحد أن يحفظ وطننا الأردن في أمنه واستقراره، أن يحفظ وطننا الأردن في أمنه واستقراره بشفاعة القديس النبي يوحنا المعمدان شفيع بلدنا الحبيب، وهذه البلاد المحروسة من الله تعالى وتحت رعاية صاحب الجلالة ملكنا المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. مؤكدين من رحاب هذه الكنيسة المقدسة التفافنا حول قيادته الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليظل الأردن قلعة صامدة في وجه التحديات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد وطننا الحبيب الأردن.
أبينا ورعينا المحبوب جوزيف، كما أحببناك أخاً ورفيقاً في الدراسة اللاهوتية، يزداد حبنا لك بوجودكم معنا أباً وراعياً. لذلك نرفع دعانا وصلاتنا إلى الباري تعالى بشفاعة أمنا مريم العذراء شفيعة هذه الكنيسة المقدسة، أن يوفقكم يا صاحب السيادة في مهمتكم وخدمتكم الأسقفية، أن يحفظكم ذخرا وسندا لهذه الأبرشية، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ولسنين كثيرة يا سيد. وأشاد عميد الرعية السيد كمال فاخوري في كلمته بعميق الامتنان لزيارة سيادة المطران ومشاركته أبناء الرعية، مضيفا: تزدهر هذه الكنيسة وتزهو بزيارة المطران جبارة، راجين له خدمة أسقفية مباركة في بلده الثاني الأردن، فنحن جميعا معك من أجل خدمة الكنيسة والرعية. ونتمنى على سيادتكم وعلى هذه الأبرشية، أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، أن يكون هذا الشعار هو شعار المطر هو الذي ينمي الأزهار للرعد. ونتمنى عليكم التوفيق في هذه الأبرشية التي ستتطلب الجهد الكبير والتعب، وأنتم لها تتطلب كنائسيا ومدارسا كشافة وأخوية، تتطلب رعاية خاصة. ولا أرجو أن لا يأتي يوم يا سيادة المطران تقول فيه: رب يوم بكيت منه فلما انقضى بكيت عليه. إن شاء الله ما بيجي هذا اليوم، ونحن ثقتنا كبيرة بكم، كل الثقة بأنك ستنجح إن شاء الله، ونحن معكم قلبا وقالبا. وقدم الأب ساووق باسم الرعية هدية تذكارية لسيادته كعربون محبة وشكر متبادلين معه الصور التذكارية.